المتواجد في الـ في الـ في الـ في ثلث ارباع المنطقه الصحراء الغربيه التي يسيطر عليها المغرب فهم يتعرضون للطهد يوميا منها من بينها وهنا اللي يدفع بالازمه الكركرات الكركرات هنايا راه يسيطر عليها المغرب هنا كانوا مواطنين صحراويين انترفضوا في وقفه احتجاجيه سلميه يعني كانوا سلميين ما عندهم لا سلاح لا هنا سلبوا في قطع طريق هنا طريق الممر الاقتصادي اللي كاين ما بين المغرب اللي تستعمل المغرب مع موريتانيا واش دار المغرب قاومهم بالسلاح وتسبب في جرح واحق مساكن تاع الصحراويين تو دونك هذا الهجوم على الشعب الصحراوي صدر بدون سلاح هو اللي عاود خلق الأزمة هذه وين جبهة البوليزاريو اضطرت إلى التدخل والرد على هذا الهجوم على المواطنين العزل الصحراوي العزل لأنه ما قدروش يفرقوا صدر شكون هو اللي عنده الحق أنه يقرر المصير من هذا الشعب لأنه هذه المنطقة محتلة من طرف المغرب ومن طرف افراد يعني نتيجه الزحف اللي قامت به المغرب اضافه الى ذلك يعني ما قدروش يوصلوا الى حل من الذي يشرف على هذا الاستفتاء ليكون استفتاء نزيه دونك المفروض اجبنا على السؤال زياده هذا هو التكافؤ احنا نقدروا نقولوا صحيح انه راهي منطقه نزاع ولكن الان احنا نعترفوا بجمهوريه الصحراويه اللي هي الجمهوريه العربيه الديمقراطيه الصحراويه كدوله واعترف بها الاتحاد الافريقي وهي دوله تملك جيش تملك حكومه تنظم مثل كافه الدول في افريقيا دونك عندها وزاره الدفاع ديالها وعندها جيش تاعها يعني حتى ولا كانت تعتبر دوله ضعيفه ولكن المقاومه عندها حق في المقاومه والسياده كامله